السلام عليكم. اولا انا ما غبرتش غير هي فقط شويه الساحه الفنيه عامره شويه مخربقه موجوده، مازال كاينين اعمال قريبه وغادي تكتشفوا سميره في كتابه وتلحين الفنانين اخرين، وكاين اصوات جديده اكتشفتهم اللي غتكتشفوهم معايا وكتشوفهم الجمهور المغربي، وكاينه اغاني مغربيه يعني من كلمات ديالي ولحن ديالي اللي مايله شويه للشعبي المغربي بشكل جديد، وان شاء الله سنه 2019 تكون مليئه بالعطاءات بالنسبه لي. هي كاينين جوج اسماء مهمه بزاف، اسم كيغني من شحال هادي ولكن ما عمره ما كان عنده سينجل او اغنيه او البوم للساحه الفنيه، وكان دائما كان متخوف، اللي هو كنوجه ليه تحيه، نور الدين امين، صوت جميل مغربي يعني تقريبا 20 عام وحنا كنعرفوا بعضياتنا ملي كنا صغار، ولكن كان عنده دائما تخوف انه يخرج الساحه المغربيه، فبتشجيع مني انا قلت له غادي تخرج بعمل مغربي باش يسمعوك الناس ويعرفوك وتكون عندك جرأة انك تعطي اغنيه مغربيه ويكون اسمك يعني مرتبط باغنيه مغربيه، لما لا. والاسم الثاني اللي اول مره غادي يغني اللي هو صوت قوي جدا وزوين بزاف، سيمو مانون، شاب باقي صغير ما عندوش علاقه بالفن نهائيا، يعني عنده خدمه ديالو بوحدها بعيده عن الفن، ولكن فنان جدا في صوته وفي موهبته وفي كيفاش كيغني، ويعني صوت اللي يحسن بزاف الاصوات اللي كاينين في الساحه الفنيه، وكنتمنى ان الجمهور المغربي يكتشف معايا الاصوات وما غاديش يندم ان شاء الله. انا غنقول لك الساحه ماشي غير الفنيه، الساحه كلها مرونه. انا بطبعي معروف عليا ولا الناس اللي كيعرفوني اللي قراب مني كيعرفوني انا شويه سونسيبل، اي حاجه كطرى في بلادي واي حاجه عندها علاقه بما هو اجتماعي وما هو سياسي و كيأثر عليا، كنشوف بزاف د الحوايج ما عاجبينيش فكنسحب شويه هكا وكنبقى نتفرج، ولا لاحظتي في ظرف وجيز الاغنيه المغربيه يعني تبلورات من بزاف ديال الانماط، يعني سواء كيخرج واحد النمط كيأثر شويه على الساحه، مثلا فن الراي شويه كيمشي فن الراي كتجي مثلا اغنيه شعبيه وكتبدل الاوضاع، بحكم انه بزاف الناس كيبغيو سميره بواحد شكل الاغنيه المغربي فما خصنيش نعاود مثلا نخدلهم، خصني نبقى غاده في نفس النمط ولكن يديفلوبا، يعني مثلا التكست يكون زوين يكون راقي ولكن الموسيقى تكون يعني ميزاجور بداكشي اللي كاين في العالم، فانا هذه هي علاش انا كنتعطل على ود الموسيقى، خصها تكون جديده، خص يكون نمط اللي يبغي الصغير والكبير، واللي ماشي مثلا جينيراسيون اللي قبل منا تقول لك لا هادشي جديد ما يمكنش نتصنتوا ليه، لا خصهم يتصنتوا ليه، وخص تكون يعني الاغنيه متوافقه مع جميع العقول، هذا هو الراي ديالي، فلهذا بعد شويه. شوف بحكم انني فنانه كنوقع في واحد الصراع ما بين هاد النقطه اللي قلتي، يعني واحد الشعره اللي يمكن الجمهور المغربي مازال ماشي ما واعيش بها ولكن خصو يفهمها اكثر. الفنان راه هو قبل ما يكون فنان هو انسان بحاله بحال اي انسان، والفنان المغربي هو مغربي مواطن مغربي 100% قبل ما يكون فنان، خاص غير يكون ذكي شويه، وهنا غنعاون نرجع للثقافه والوعي ديال الفنان المغربي، خاصو ضروري يكون واعي بهذه المساله، وهذا الشيء كنلقاو اكثر شيء في لوروب وفي لامريك وحتى شويه في البلدان الشرقيه لبنان وكذا، كاينين دي كوتش اللي كيوعيوا الفنان المغربي كيفاش يتكلم في لي زانترفيو، انا ماشي ضد انه يعبر بالعكس يعبر، ولكن يراعي بان راه عنده واحد الناس كيبغيوه، ربما الا عبر على واحد الراي يقدر يكون كونتر داك الراي ديال الناس اخرين ويقدروا يتقلقوا منه، فيكون ذكي فقط في تعبيره ويكون ما ينفعلش باي احداث. نكون صريحه ولا نكون ماشي صريحه؟ انا كما كنامنش بصداقات في الميدان الفني كنامن بعلاقات زوينه، لان الصداقات حتى في الميدان الغير الفني ما كايناش، فما بالك الميدان الفني، الميدان الفني كيطلب من اي فنان اون جينيرال انه يخدم بزاف، انه يسافر بزاف، انه حتى العائله مثلا كتلقى هناك تقصير نوعا ما، مثلا اذا كانت الفنانه ام ولا الفنان اب كتلقاه مقصر في حق حتى العائله ديالو، فبالتالي غيكون مقصر حتى في علاقته في الصداقه. انا كنامن انه كاين علاقه زوينه، كاين مثلا كنتلاقاو في مناسبات زوينه، كنبغيو الخير بعضياتنا، نتكلم على راسي بعدا، تنبغيو الخير بعضياتنا، الا شفنا شي حد لا قدر الله طاح في ازمه ولا في مشكل ولا هذا كيبقى فينا الحال، ومن هذا المنبر كنبغي نقول الفنانين المغاربه خصنا نتحدوا شويه، لان بديت كنشوف شويه انه كاين
كاين صراعات ما عندها حتى شي معنى في الانستغرام في السوشيال ميديا اون جينيرال فيسبوك انستغرام في تويتر كاين صراعات اللي انا كنبقى كنقول عيب انهم الناس يشاهدونا بهذا الشكل هذا ونكونوا تنتعاطاو بهذا الشكل هذا اللي ما عنده حتى شي معنى. تنفضل انهم نكونوا مقربين بعضياتنا حتى لو ما تلاقيناش بزاف نتلاقاو فرص زوينه ولكن نكون قلب على القلب. فنتمنى انهم ديروا بهذه النصيحه. كانت علاقة زوينة بزاف كنا تنقراو في المعهد وكانت دائما كتذكرني هدى بان عندها واحد طموح كبير بزاف لانها كانت تفكر واحد الجملة كانت كتقولها ليا انني انا واحد النهار غادي نولي فنانة وغادي يعرفوني الناس والجمهور المغربي وكنت كنقول لها وكانت عزيزة عليها صوت الذكرى الله يرحمها وكانت ديما كتقول لي غادي نغني اغاني وغادي نخلي البصمة ديالي في الأغنية المغربية وإفكتيفمون وصلنا أن شفنا هدى هي من أول أصوات ومن أول فنانين المغاربة اللي وصلوا الأغنية المغربية للمشرق وهذا الشيء فرحني بزاف. والجميل في هدى أنها ما نساتش صداقاتها القدام وما نساتش علاقتها سورتو بيا أنا حيث كنا تلاقينا صدفة في واحد البلاصة وحتى كنشوف شي حد جا عندي وتكى عليا وعنقني وهذا وتفاجأت لقيتها هي. ومن هذا المنبر كنحييها لأن هي كتمثل الفنانة المغربية كيفاش غنوصلها لك اللي فريمون كت الفن في الداخل ديالها في دمها في شخصيتها في تعاملها في ديك العفوية ديالها في بزاف الحوايج ملي كنشوفها لأن حنا عشنا في أحياء شعبية فيمكن هذاك الغريزة ديال الفنان اللي كيعيش في حي شعبي يمكن كتبقى فيه حتى لآخر رمق في حياته وكيبقى سبونطاني مع الناس. ولذلك كتلقايها أنها هي ماشي بزاف كتواجد في الساحة الفنية بكثرة كتبازي دائما على لاكاليتي وهذا الجميل فيها وكنحييها وكنتمنى أنه نشوف بزاف لي زارتيست بحال هكا وكاينين بزاف لي زارتيست كنشوفهم بهذه الشخصية وكنفرح بزاف لأنه هذا الشيء راه كيمشي بعيد بينا وبالأغنية المغربية وبموسيقى هدى كنوجه لك تحية كنقول لك راكي أم مثالية وطباخة ماهرة أنا متبعة داك الشيء ديالك ونتمنى لك مسيرة موفقة وحنا في انتظار الجديد ديالك. من خلال قناة دار كنقول الجمهور المغربي أولا سنة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات والأمن والأمان لهذه البلاد وثاني حاجة تنقول أنه انتظروا ان شاء الله 2019 غادي تكون مليئة بشي حاجة جديدة من عندي سواء اللي غادي نغنيها أنا سواء اللي غادي يغنيوها أصوات أخرى ونتمنى أنني نكون دائما عند حسن الظن ديالكم وشكرا بزاف سميرة بالحاج. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.